وصلنا لمحطتنا التالية نور. أكيد سلمى، دائما بمحطاتنا الصباحية بنسلط الضوء على القانون، وكثير من تفاصيل القانون لازم كثير من الناس يكونوا مطلعين عليها. اليوم رح نحكي مع الأستاذ المحامية سهير أقبيق، رح نتوقف عند البيوع العقارية، كيفية اتباعها أشكالها وفق القانون السوري. أكيد نور، أوجه الملكية العقارية قد تتعدد، ولكن لا تظهر بعض المشكلات إلا في حال البيع ونقل الملكية. طبعا كل هالتفاصيل رح تخبرنا عنها الأستاذة سهير أقبيق. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح يعطيك العافية. أهلا وسهلا المشاهدين. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نعرف شوي شو هو عقد البيع أساسا، من شو بيتألف؟ تماما، بداية عقد البيع موجب القانون السوري هو عقد يكون فيه التزام، بيلتزم فيه البائع بنقل ملكية شيء. هالشيء ممكن يكون عن أرض، ممكن يكون عقار، وبمقابل ثمن بيدفعه للمشتري للبائع. طبعا شو هو العقار؟ العقار كمان أيضا بموجب القانون السوري هو كل شيء مستقر بحيزه، ثابت فيه، لا يمكن نقله منه دون تلف، فيما عدا ذلك فهو منقول. نحن لما بدنا نعمل عقد بهيك إضاءة سريعة، في عندنا شروط أساسية لازم يكون موجودة، أو بنود أساسية لازم تكون موجودة بالعقد لياخذ الصفة القانونية ويكون له حجية، يعني نقدر نعتمد عليه. أول شيء الأساسي يكون عندنا في أسماء الفريقين ما تفاصيل مفصل هويتهم بالكامل. هلا للأسف أنا ما بفضل العقود الجاهزة الموجودة بالمكاتب العقارية وبالمكتبات لأنها ما فيها توسع كامل. هلأ بنذكر فيها فقط أنه الاسم، اسم البائع، اسم الشاري. لا، أنا بيهمني الوالد، الوالدة، القيد، الرقم الوطني، أنا مشان ما فوت بمواضيع الاحتيال. ثاني حالة أنه السبب الثاني اللي ما بفضل فيه العقود الجاهزة أنه ما بيكون فيها مقدمة مبين فيها السبب أو سند ملكية البائع. يعني أنا بدي أوضح أنه البائع هل هو ملكيته هو مالك بشكل أصيل ولا مالك بموجب وكالة، وهالوكالة يا ترى هل هي منتهية صلاحيتها سارية المفعول ولا لا، هل جاري عليها عزل، هل فعلا فيها إقرار يعني تفويض أنه الشخص يبيع بيملك هذا الشيء. هي نقاط كتير بدي نوه عليها. الموضوع الثاني المهم في عندي موضوع الموطن بركز كثير عليه، لانه لا قدر الله انا بضطر احيانا بلغ في حين انه ما ثبت الشاري او ما ثبت البائع، بدي بلغ بكون في عندي موطن بخار بصير التبليغ عليه مشان ما فوت به دوامات. في عندي موضوع الثمن. هلا احيانا الثمن في عندنا نحن طبعا حق للثمن ممكن يكون على دفعات، ودائما انا بنصح يكون دائما دفعه الصغيره تكون عند العقد، والدفعات الكبيره عند الفراغ، دفعه الكبيره يعني الثانيه والثالثه الاكبر شيء تكون عند التسليم مشان اضمن حقي. هذا طبعا في حين انه البيع عن طريق استئجار العقاري. احيانا ما بيحطوا الثمن، بيحطوا متفق عليه مشان التهرب صراحه من الضرائب الماليه. صحيح. بس هون بهالحاله المفروض انا اكون حاطه بورقه مستقله على نسختين، تكون واحده عند البائع وواحده عند الشاري كمان ايضا لحفظ الحقوق. في عندي موضوع انه ما يكون في عندي تحشيه كمان بين السطور، انه ولا انه يكون فراغات مشان ما ينضاف شيء. طبعا العقد بيتنظم على نسختين، واحده للبائع واحده للمشتري، بيتوقع وبيتبصم على كل ورقه. وبيكون هيك جهزنا تقريبا العقد، وبكون وضحنا فيه كمان تاريخ المبيع وتاريخ الاستلام مشان يكون كل شيء ما يصير اختلاف لا سمح الله لا قدر الله بالمستقبل. نعم. طيب استاذه سهير، خلينا نعرف كمان اليوم في كثير ناس بتسال شو الفرق بين التملك بموجب الطابو الاخضر مثل ما بنعرف عرف هذا المصطلح، أو التملك بموجب حكم المحكمة، وهون شو الحالات اللي بتدفعنا لنفضل خيار على خيار آخر أنه الأفضل؟ يعني هلا بالنسبه للتملك بموجب الطابو الاخضر هو الاكثر انتشارا، الاكثر شيوعا، والافضل حجيه صراحه. نحن كلنا بنعرف انه قيود السجل العقاري هي لها حجيه مطلقه، معدل الاطلاع الكافي، يعني اي واحد ممكن يراجع بالسجل العقاري، ممكن بطلب قيد اخراج قيد عقاري بسيط يستحصل عليه. هذا القيد العقاري اللي بناخده نحن يعتبر مثل كيف هويه للشخص، هذا هويه للعقار، بيذكر فيه كل شيء، بيذكر فيه المالك، انا بتاكد من ملكيه المالك، انه عم يبيعني مالك ولا حدا عم يبيعني ملك غيره، بيذكر فيه مساحة العقار أو صافه. أهم شيء أنه في إشارات هي مانعة من التصرف، مانعة من نقل الملكية. هلأ في إشارات أنا ما بتخوفني، مثلا إشارة تجاوز، أما في إشارات خطيرة مثل حجز احتياطي، حجز تنفيذي، رهن، استملاك، إشارة دعوة، ممكن حدا سابقني وبايعه يعني ورافع إشارة دعوة، وهون نحن طبعا نعرف في إشارة الدعوة الأفضلية لواضع الإشارة الأسبق. دائما نحن لأنه لما بنعمل إشارة الدعوة بتسجل، بنعمل محضر عقد بتسجل بالساعة وبالدقيقة، يعني
الموضوع كثير دقيق، فدائما الافضليه لصاحب الاشاره الاسبق. بهالحاله دائما انا لما بلجا للسجل العقاري وللتثبيت بموجب السجل العقاري بكون ضامن حقي. طبعا هي اجراءات براءة ذمه ماليه، بعدين تتم ضربه بيوع عقاريه، بعدين معامله اداريه لدى الموظف المختص. طبعا ورقه الطابو الاخضر او سند الملكيه مثل ما بنعرفها هي كرتونه خضراء مايله للزرقاء، هي بتثبت لي الملكيه وبيذكر فيها رقم العقار، المنطقه العقاريه، اسم المالك ومقدار الحصه. نرجع لحكم المحكمة. إمتى أنا بلجأ لحكم المحكمة؟ طب أنا في عندي حالات بتحصرني بموضوع حكم المحكمة، مثلا إذا كان المالك اللي بدي أشتري منه أنا بالأصل هو مالك بموجب حكم محكمة صادر عن أحد المحاكم المختصة في الجمهورية العربية السورية، أنا مشان موفر نفقات فراغ لمرتين مع أني نفذ بالمحكمة، يعني يكون بالمحكمة أخذ قرار روح نفذ بالطابو ورد أرجع نفذ مرة ثانية للمالك الثاني، باختصر فورا من حكم المحكمة الأولاني برجع رد بعمل رفع دعوى تثبيت بيع للمشتري الجديد عندي، بصير بنفذ يعني وباخذ أصل صالح للتنفيذ، بفتح أدبارة تنفيذية وبدفع نفقات فراغ مرة واحدة بالطابو. حالة ثانية، نحن كلنا بنعرف إنه بالفترة الأخيرة صار في عنا موافقات أمنية، أحيانا ما بيكون عندي ما يعني ما تأمن موافقة أمنية للبائع أو الشاري، بنلجأ لهيك بهي الحالة لحكم المحكمة. أحيانا كمان حالات بيكون عندي أرض غدي رخصة بس بنفس الوقت ما لمفرزة لمقاس المشقق، هون بهي الحالة أنا بشتري حصة يعني برفع دعوى تثبيت بيع لتثبيت حصة سهمية لأنه ما في عندي شيء مفرز أقدر أخده بموجب السجل العقاري أو الطابو. طبعا حكم المحكمة له نفس الحجية نفس القوة، طبعا لاني انا شيء اني بدي ارفع دعوى تثبيت بيع بموجب حكم المحكمه فورا بوضع اشاره دعوه. دائما بقول المعيار الفصل لاشاره الدعوه وصاحب الاشاره الاسبق. انا متى ما حطيت اشاره دعوه انا هون فهمت مين كل ما بده يطلع قيد عقاري انه هذا محل نزاع وانا في اني لي حق بالنهايه انحكم لي فيه ما انحكم لي فيه، بس انا هون ما حدا بياخذ يعني اي حق مني قبل ما ينفصل بالدعوه تبعي، يعني قبل ما نشوف النتيجه. لهيك كمان برجع بقول انه اي حدا بده يشتري اي عقار بيطلع اخراج القيد العقاري وبيشوف الاشارات، هو ماله مضطر بيطلب من المالك يعالج الاشارات بس عن طريق طبعا عقود الاشارات. العقار نظيف باخذه، عقار ما نظيف ما بقرب عليه. طبعا هي حكم المحكمه العامه بيتوهموا انه بتاخذ وقت وهيك، لا نحن هي الحاله عنا اياها اقراريه يعني بتكون باقرار الطرفين. طبعا بموجب تعديل قانون اصول المحاكمات صار بدنا محامي للمشتري ومحامي للبائع. جلساتها سريعة، جلسة تسجيل دعوة وإقرار وإسقاط أمام القاضي الشرعي. وبرجع بقول كمان هون كيف الثمن بيكون، كمان دفعة عن تسجيل الدعوة، دفعة ثانية عند الإقرار والإسقاط، والدفعة الثالثة عند التسليم. الشيء اللي بدي نوه عليه بس بموضوع حكم المحكمة، هلا أنا رجعت قلت لكم إنه حكم المحكمة الثبوتية والحجة تماما مثل الطابو، لكن بيخضع للتقادم الطويل، يعني أنا حكم محكمة باخذه بحطه بجيبتي معي 15 سنة طالما أنا مالي حائز، إذا حائز العقار الحيازة بتقطع التقادم، طالما ما حائز العقار معي 15 سنة وإلا يعني بفقد حقي بالملكية. أنا كيف بقطع هالتقادم مشان أنه يرد يجدد لي 15 سنة ثانية؟ بعمل أي إجراءات بيقطع لي، بفتح أدبارة تنفيذية، يعني شغلتها كتير بسيطة وسهلة بيوم واحد بتصير، بفتح أدبارة تنفيذية ودائما بتابعها كرمال ما تنشطي. هيك بيكون أنا ضمنت حقي عن طريق حكم المحكمة. طيب أستاذة، يمكن عم نحاول نسأل على كل هاي التفاصيل نبسط للناس لأنه بنسمع بشكل كتير كبير الطابو الأخضر الملكية، خلينا نفرق شوي للناس اللي عم يتابعونا بين الملكية، حق الملكية وحق الانتفاع، شو الفرق بيناتهم؟ تماما، حق الملكية هي بتشمل أنه مالك الرقبة بيتمتع بحق التصرف، يعني أنا كمالكة رقبة مالكة حق الملكية لهذا العقار أنا فيني بيعه إمتى ما شاء. أما مين هو المنتفع؟ هو صاحب يعني بيقدر فيه بيمتلك على الشيء يلي ماله مالكه، طبعا بيمتلك حق استغلاله واستعماله. كيف يعني لوضحي موضوع انه كيف يعني استعماله واستغلاله؟ على فرض كانت شقه سكنيه، انا كيف فيني استعملها؟ استعملها ممكن اسكن فيها، استغلها يعني اخذ ثمارها اجرها، هيك انا كمنتفع فقط فيني استعمل واستغل، ما فيني بيع لانه ما بملك حق التصرف، هذا حق التصرف لمالك الرقبه. الفرق بينه المالك انه صح هي وين بنلاقيها؟ عند اللي بيحبوا يورثوا اولادهم على حياه عينهم بس بنفس الوقت بدهم يضمنوا حقهم، بصيروا بيعملوا بيثبتوا حق الانتفاع تماما لهم مدى الحياه، طالما هن عايشين قاعدين عقارهم مستفيدين منه في بيقدروا انه ياجروا وبعد الوفاه صار للورثه تماما هيك. طيب كمان استاذه خلينا نحكي عن القوه الثبوتيه للشراء بين مالك يملك وكاله غير قابله للعزل، يعني انا عندي فقط وكاله بهذا المكان او العقار وبدي بيع، هل بيمتلك الشخص اللي بده يشتري مني قوه شرائيه لهذا العقار او لا؟ هلا صراحه هي الوكاله الغير قابله للعزل هي نوع من انواع تثبيت البيع فيها، ولكن
ما لها الحجية مثل جيدة لكن ليست بمستوى الطابو الأخضر وحكم المحكمة. هل هي كيف وكالة؟ طبعا عندنا نوعين من الوكالة، ممكن تكون متعلقة بعقار كامل، ممكن تكون متعلقة بحصة سهمية، وفي عندنا وكالة غير قابلة للعزل، هي ما بيتثبت فيها أي نوع من أنواع الملكية، وكالة قابلة للعزل، ووكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها هي تعتبر بيع منجز تعمل الأركان. يعني بدي انتبه تكون وكالة غير قابلة للعزل. وين الفرق؟ يعني هو يتصرف مثل المالك تماما، يعني انه ما فيني اعزله حتى صحيح. بمواجهة الورثة في حين توفى الموكل، الوكيل بيقدر يواجه الورثة وبيثبت البيع. هل هي دائما بتكون بالأراضي غير المعدل للبناء؟ فينا نقول أراضي الطابو الزراعي، بس بنرجع بنقول حجيتها أضعف، وبنراعي فيها موضوع تسلسل المالكين. يعني أنا باخد بشتري عن شخص اشترى نهاية وصولا لمالك الأرض الأساسي، ما بدي يكون في حلقة مفرغة، لأني هيك أنا فقدت يعني إجباري في عندي موضوع تسلسل المالكين، وإلا أنا فشلت عندي الوكالة. يعني بدي تكون بموجب شاري عن شاري عن شاري عن المالك الأساسي للعقار. بس بحق إنه يتصرف الوكيل إذا كان عنده وكالة غير قابلة للعزل. بس تماما بدك نراعي موضوع تسلسل المالكين، يعني إنه جايته هي بطريقة نظامية. تماما. طيب خلينا نحكي معك بالنسبة للعقارات المسجلة في السجل المؤقت أو الجمعية السكنية. هون يمكن الموضوع بيكون مختلف لأنه بيكون عليها أقساط، أو بالنسبة للأشخاص الآخرين كيف فيني أنا أتملكها؟ هلا موضوع السجل المؤقت هو فينا نقول عليه سجل مبدئي، بالنهاية بدها تنتقل الملكيات وتتثبت في السجل العقاري بعد الانتهاء من إشارة البناء والفرز. بالنسبة للجمعيات السكنية بس ما فيها العالم تتصرف فيها؟ لا 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 ما في اي مشكله. بنرجع للموضوع الجمعيات السكنيه، طالما انه الجمعيه مرخصه وطالما انا بتواصل مع الجمعيه باخذ بطلب بيان تخصص من الجمعيه لاعرف من مين انا الشخص اللي بدي استلم منه، والجمعيه اصوليه ونظاميه كمان ما في بيع ولا حجيتها، وتعتبر معاملته تعامل معامله الطابو. حتى نفس الشيء يعني بصير تنازل عندي امام الجمعيه وعلى قيودها، نفس الشيء بالمؤسسه العامه للاسكان بيكون عقارات قيودها بالمؤسسه العامه للاسكان، نفس الشيء بيجري تنازل امام الاسكان تعتبر مثل الطابو نفس الحجية. هلا بنسمع يعني بعض الحالات بالنسبة للجمعيات السكنية، مثلا يكون مثلا عقار كبير مثل منشأة خليني أقول فيلا أو هيك شيء، بيكون أكثر من طابة وأكثر من بيت يعني صغير، فبيكون في أكثر من شخص داخل ضمن هذا التسجيل الأسماء للهي، بيجوا بيقولوا لك لا خلي شخص واحد ينزل على الطابو مع الجمعية والباقي يعملوا عقد بينهم وبين، هل هذا الشيء صح قانوني بيخفض من حق احد الاطراف او لا؟ لهون صفتنا بموضوع التخصص. احنا مثل هي الحالات بنلاقيها اكثر وين؟ لما الواحد بيشتري حصه سهميه من عقار، كيف بنكون بالقانون اسمه وصفه توصيفه انه مملوك على الشيوع. يعني نحن عندنا اي عقار هو يعادل 2400 سهم، هي بلغه القانون اذا بدنا نحكي فيها. هي لما بيكون عندنا ورثه غالبا، يعني هي الحاله بنشوفها بتلاقي كلهم مالكين 2400 سهم. هلا انا اذا بدي اشتري حصه سهميه هون بفضل في حاله واحده فقط، اني يا اشتري اغلبيه الحصص السهميه او لا يقل عن 3/4 الحصص الاسهم، وكون ايضا مستلم تمام مستلم العقار، لاني انا بالنهايه بالمستقبل حفوت بدعوى ازاله شيوع مع الورثه لاقدر اتصرف بحريه تامه بحصتي. يعني برجع بقول بموضوع شراء الحصه السهميه، يا اما بيشتري اغلب الحصص السهميه تبعت الورثه، طبعا بيكونوا بعد ما يكونوا عاملين حصر ارث سواء شرعي او اميري، وانا يا بشتري اغلب حصص الورثه يا كلهم يا ما لا يقل عن 3/4 الحصص مشان اتصرف فيهم، يعني تصرفات الاداره. اكيد بدنا نشكرك على وجودك معنا استاذه وعلى كل المعلومات اللي حكينا عنها، شكرا كثير. يا هلا فيك، يسعد اوقاتك يا رب.